مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم، لقاء متجدد على شاشه الاسكندريه وحوار اليوم من العاصمه الثانيه الاسكندريه. نقدم لكم هذه الحلقه حلقه مختلفه بشكل كبير جدا، لانها برضو في احتفالات كثيره وعديده عن الام والمراه بالفعل خلال هذه الفتره، واللي احنا كلنا بنحتفل هذا الشهر بالمرأة. والحقيقة احنا بنتكلم في هذه الحلقة عن المرأة، والمرأة ممكن انها تفضل تتعلم مدى الحياة وانها تستطيع وبشكل او باخر مشاهدينا انها تقدم نماذج مشرفة. معهد الإذاعة والتلفزيون بالإسكندرية يتلقى ويتقبل كل المواهب والمحبين للإعلام، وهو بوابة مرور بالفعل لدخول عالم الإعلام، لأنه بوابة شرعية. معهد الإذاعة والتلفزيون تحت إشراف ورعاية الأستاذ حسين زين رئيس الهيئة، وأيضا دكتور خالد فتح الله. والحقيقة في الإسكندرية بشرف بالإشراف عليه، لكن قد إيه هو في مجهود، أنا ما أقدرش أنسى مجهود زملائي في العمل خالد رشاد وكوكبة. الحقيقة المهندس عمرو السعيد بيقدم العديد والعديد من الأعمال، ده بينتج وتحديدا في الإسكندرية ثقل لمواهب إعلامية حتى لو ما كانوش خريجين إعلام. هنشوف نماذج اليوم، وهنشوف صوت أكثر من رائع، وهنشوف شاعرة وإلقاء جميل جدا على الهواء مباشرة. تنازيه نوفل، أهلا وسهلا بيكي، نورتيني وشرفتيني. آية عثمان، أهلا بيكي، نورتيني. قولي لي يا تنازيه بقى، يعني في البداية كده أنت بتشتغلي وخلصتي أداب، وإيه اللي خلاكي تنجذبي قوي لأنك تتدربي إعلامية؟ أنا بحب أكتب من وأنا في الكلية، وحسيت بعد كده، يعني أنا كنت بدرب الطلبة عندي عشان أنا ماسكة يعني وكيلة أنشطة، فطبعا يعني مسؤولة عن الموهوبين. فمن تدريبي ده فبدأ كل اللي حواليا يلاحظوا النقطة دي، بدأت كتاباتي بقى تتحول، اللي أنا حولها لصوت هو ده اللي أنا حاولت أعمله مؤخرا، ولقى الإعجاب الجميع. فبدأت أفكر من ناحية تانية، طيب الهواية دي ليه ما أثقلهاش بدراسة؟ فأكيد الهواية بينقصها أشياء كتير، عرفت قصة مش مطية أو غريبة شوية، علشان كده بدأت أتجه لإيه، أتجه للمكان الصح. دورت كتير في الأول، وبعد كده يعني وصلت للمكان المظبوط اللي أتلقى منه المعلومة صح عشان امشي على الطريق الصح. بس والحقيقه نورتينا وشرفتينا، هنسمع لكن بعد ما نتعرف على ايه. ايه خريجه اداب، والحقيقه صوتك جميل جدا، نبتدي يعني نسمع قبل ما نتكلم. أوكي. يلا يلا. سبت الحبايب يا حبيبه يا اغلى من روحي ودمي، احنا هنا وكل طيبة، يا رب خليك يا امي، يا رب خليك يا امي، يا ست الحبايب يا حبيبة ويا حبيبة يا حبيبة وحبيبة. الله الله الله، رائع، جميل جدا. ومن ست الحبايب مع آية بنروح للأستاذة تنازيه. والحقيقة اللي يسمع الفيديو اللي هي عاملاه ده، هي عاملاه صوت وصورة وكلام، هي اللي كاتبة، وإلقاء حنين، وهي بتتكلم عن الحلوة. الحلوة هي رحمة الله أمي، وكل واحد فينا مش بالجمال، لكن كل واحد فينا شايف إن أمه أجمل ست في الدنيا. نشوف الحلوة والأستاذة تنازيه نوفل. الحلوة، الحلوة فتحت عيني عليها لقيتها، ضماني لصدرها وعينيها في عينيا، أعيط تطبطب أضحك تفرح، أكبر يكبر حلمها معايا، حلمها اللي عمره ما كان ليها، ده كان ليا. وعشتي أكتر مرة. أمي، أمي لكل يوم الصبح بدري تصحى، يلا يا ابني يلا يا بنتي، ها أكلتي ها ذاكرتي، أوعي تنسي، طب تقلتي،
قلبي وجعني اصل اتاخرتي، دمعه تفر من عينيها لو يوم حزنت، قلبي يحس من غير ما بحكي، احلى اكله كانت من ايد امي، احلى حكاوي حكاويها، انت يا امي كنت بمليون دكتور نفسي، كنت اترمي في حضنك اعيط واسيبه بضحك، بكلمتين بتخليني انسى، بكلمتين اتحلت مشاكلي. اشبعوا اشبعوا من كل لحظه هي فيها عايشه، اشبعوا منها على قد ما تقدروا، لان لما بتيجي اللحظه اللي كلنا مش بنحب نصدقها بنتمنى ترجع ولو لثانيه، وتتحول الدنيا من غيرك يا امي لاوضه ضلمه، ولا عاد اللي يطبطب، ولا عاد اللي يدعي، ولا عاد اللي يفهمني من غير ما بحكي. فعلا الجنه تحت رجليك يا امي. الله الله، رحمه الله على امي ورحمه الله على امهاتنا جميعا، وربنا يخلي كل ام عايشه. وده هيخلينا نقول ان احنا لازم ناخد بالنا قوي من امهاتنا، وكلامها كان معبر بشكل غير عادي، يعني بشكل غير عادي. نورتينا استاذه تنازيه. نرجع لاي نسمع، تحبي تسمعي ايه النهارده معاها بقى؟ عندك ايه؟ قولي لنا كذا حاجه كده ونختار. الفيلوس. اوكي جميله. بنت الشلبيه عيونها لوزيه، حبك من قلبي يا قلبي انت عيني، حبك من قلبي يا قلبي انت عيني، حد القناطر محبوبي ناطر كسر الخواطر يا ولفي مهان عليا، كسر الخواطر يا ولفي مهان عليا، بتل بتلوح والقل مجروح ويام عالبال بتعين وتروح ويام عالبال بتعين وتروح. الله الله، صوتها صوتها رائع رائع رائع. استاذه تنازيه، انا حابه ان الناس تشوفكم وتسمعكم اكتر مني. استفدتي ايه في المعهد؟ و هل بالفعل انت لقيتي اللي انت حباه، ولا كنت عايزه حاجات تانيه؟ لا انا كنت فاكره اقل من كده كمان، بس انا انبهرت فعلا باللي شفته هناك. الناس بتاخد بايد بعضيها جدا جدا، في تعاون رهيب. الدكاتره اللي حضرونا كله عايز يعلى بينا، يعني مش سايبيننا في المكان واقفين او بيقول لك برافو، لا الخطأ عندك هنا، هتحسن في هنا، هتجود في هنا. أكترنا أو الأغلبية اللغة عندنا في النحو هي اللي محتاجة بعافية شوية. بعافية كتير. فدي كانت أحلى حاجة عجباني، إن هم يعني كنوع من الأساسيات بدأوا بيها، وكانت تحفة فعلا في تحسين لغتنا، لدرجة إن إحنا بدأنا نتعامل في حياتنا العامة بالمفاهيم اللي هم فهموها لنا. دي حقيقة، الأخطاء الشائعة. الأخطأ خطأ شائع. أيوة. دي أكتر كلمة كانت بتتقال لنا لو إحنا غلطنا في أي حاجة أثناء التدريب. وكانت كلمة محمسة اللي إحنا نعرف أكتر إيه الخطأ، فنبدأ نتدارك ده. ما قلتيش أنا خلصت وبشتغل وإلي خليني أدخل أروح أدر يعني أتعلم تاني. أنا من وجهة نظري أنا لسه بقالي يعني من شهور قليلة كنت في المعهد برضو أنا كمتدربة. فأنا من وجهة نظري إن الإنسان يفضل يعيش عمره كله يتعلم. أكيد. لكن أنت ما فكرتيش إيه اللي خلاني أعمل كده؟ كان جوايا حاجة ناقصة وعايزة أكملها. الله. يعني أنت فكرتي بالمفهوم. أنا دايما بدور على حاجة، الحاجة دي أنا عايزاها، فليه ما أبدأش فيها؟ في امور كتيره قوي اخرتني على ان انا اخد الخطوه دي. الولاد كتير، اللي هي ايه الامور الطبيعيه بتاعت اي حياه انسان. لكن انا حابه ان انا بقى انا فيه. طيب نسمع منك حاجه تاني. حاجات كتيره النهارده، مش حاجه كتير. يعني ده كراسه كده اول يوم شفتها دي، يعني الحقيقه الكراسه دي كلها فيها درر، يعني كلها تشطيب. ابدا دي لها صور. هنتكلم عن الذكريات، الذكريات الحلوة اللي كلنا عشناها. اوكي. ذكريات
في حياة كل واحد فينا ذكرى لو مرت عليه تلاقي ملامح وشه بتتغير لما يفتكر لمة العيلة الجميلة وناس زمان اللي فارقونا لكن لسه روحهم محوطانا، لعب العيال وكراسة وقلم وأستيكة ورنت جرس والجري على السلالم ورا بعضينا. ياه يا زمن اتسرسبت من بين ايدينا. لسه فاكرة امي بتعمل كحك العيد وابويا جايب لبس جديد وبالونات واحتفالات وساعدنا بيها بيخليها. كانت حلوة بكل ما فيها رغم بساطة كل ما فيها، كانت الضحكة والفرحة من القلب، كانت الناس سند لبعضيها. وترجع ملامح الوش تتغير من تاني، بس الروح فاكرة ومش ناسية. الروح عشقة الذكرى تخطفها ولو لحظة وترجعها للماضي، تفرح ولو ثانية تعيش عليها ليالي. وهي الذكريات. الله الله، كلها احساس كده بالطفولة وبأيامنا وذكرياتنا. هنسمع منك ايه آية؟ وبنحبك يا دنيا بجد. الله، دي في مسلسل سارة، سارة حنان ترك. وبنحبك يا دنيا بجد ومهما تعملي فينا، بنسحب شوقي فوق الحد ونحضن بكرة بدينا. وبنحبك يا دنيا بجد ومهما تعملي فينا، بنسحب شوقي فوق الحد ونحضن بكرة بدينا. يا دنيا تهتنى فيكي وتويتيني فعليكي، يا دنيا تهتنى فيكي وتويتيني فعليكي. أموت لو عشت من غيرك وعيش لما موت فيكي. الله الله الله، احنا كنا بنشوفها في رمضان وكانت الاغنيه دي ثابته معانا. قولي لي بقى انت، الشعر ده يا استاذه تنازيه يعني موهبه من زمان ولا حد قال لك؟ خلي بالك انت بتقولي كلام بيمس اي حد، فابتديتي تكتبي ارهاصاتك؟ لا انا لا، بدات مع نفسي اي موقف بمر بيه فلاحظت ان انا بقدر اكتب عنه يعني، او بمعنى اصح كنت ببهرر اي احساس جوايا في الكتاب. بقى اي موضوع بيظهر قدامي ببدا اكتب عنه. يعني مثلا انا مثلا المعاق كتبت عنه، الجمال ازاي اشوفه في الطبيعه، حاجات كتيره قوي لما بحس انها بتمسنا او بتمسني بمعنى اصح ببدا اكتب عنها، او بتمس المجتمع، او مثلا صديقه مرت بموقف ما بيأثر فيا فببدا اكتب. يعني مواقف الحياه المختلفه مش اكتر. بدات اكتب، سمعت ناس مثلا حواليا ولادي كده، ماما بتعرفي تكتبي، صديقه احساسه، فكانوا مبسوطين بحاجه زي كده. كملي كملي لنا بقى عن ذوي الهمم، قولي لنا بقى كان ده حاجة عن ذوي الهمم. ممكن اتفضلي. كراسة مشكلة. كراسة بتاعتك. كراسة. ايوه. طب لغاية ما توضبي نفسك نسمع تاني آية. آية ما فكرتيش تدرسي؟ انا المفروض في دبلومة اكملها عشان لا تدرسي مزيكا، تدرسي غنى، تعرفي تغني منين؟ يعني كونسرفاتوار، معهد موسيقى، تشوفي حد يدربك على آلة مثلا. صوتك جميل وخامة رائعة، محتاجة بس شوية تدريب. انا نفسي فعلا جدا، بس بحاول اوفق بس يعني شغلي او ما بين كده يعني. طب يلا بينا نسمع ايه تاني؟ تمر حنة فايزة. تمر حنة تمر حنة خليتي بينا وبعدتي عنا، الواد كله كاس الجناين وش معنى انت اللي شرد منا، ده الواد كله كاس الجناين وش معنى انت اللي شرد منا. يا
كنت شمعتنا، كنت نور بيتنا، كنت السامينا والفض السامينا، ده الورد كله كله كاس الجناين، وش معنى انت اللي شرد منا يا تمر حنا يا تمر حنا. الله جميل جميل، صوتها روعه 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 يعني. استاذه تنازيل اشجينا. احنا هنا بنتكلم عن ذوي الاحتياجات الخاصه واللي بيعانوا منه في المجتمع بتاعنا، فانا تقمصت شخصيه ايه لو انا في حاجه منهم، ممكن يبقى جوايا احساس عامل ازاي. فبقول فيها انا انسان، انا عارف اني مش قادر اتحرك ومش قادر اتنطط ولا اجري زيكم، وفي بعض الاحيان مش بسمع، لكن والله بحس بقلبي. ممكن اكون مش شايف، لكن راسم لكم صوره جوايا احلى من ملامحها. وساعات بيكون تفكيري على قدي، لكن لو نزلت لسني اللي ربنا كتب لي اقف عنده اكيد هتفهمني. انا اللي بيقولوا عليا معاق ويبصوا له بشفقه، شايفها في عينيكم وفاهمها من نبره صوتكم. انا مش معاق، انا مش معاق، انا اللي ليا عقل بيفكر وقلب بينبض. انا انسان، عاملني على اني انسان، ما اخترتش اكون كده، انا تميزت بكده، ومتاكد ان ربنا عوضني في حاجه تانيه. انت كمان مش كامل، مفيش انسان كامل، انا جوايا روح زي زيك، مش طالب منك حاجه غير انك تبصلي زي ما ببصلك. انا انسان. الله، انا انسان. جميل جميل يعني. طب قولي لي، انت بتكتبيش غير عاميه؟ بتوصل بتوصل اسرع من الفصحى. طبعا الفصحى فيها تمكن وعرب وبحور الشعر يعني طبعا، لكن اللغه العاميه مش عارفه بتوصل اسرع للاذن والقلب كمان اسرع اسرع. حنين وردة. الله الله، بتقولي حاجات جميلة. حنين حنين حنين، أنا دايبة فيك حنين، أنا دايبة فيك حنين، والغربة توهتني لكن ما غربتني عنك طول السنين. شينا فين النعين يا عين، واللي بينك وبيني أشواك كل الأحبة وحنين المحرومين. شيلك فين النعين يا عين، واللي بينك وبيني أشواك كل الأحبة وحنين المحرومين. وأنا بالحنين. صوتها مظبوط فظيع، صوتها مظبوط، صوتها يجنن واحساسها عالي قوي، صوت حلو قوي. ما كملتش ليه؟ حنين حنين انا دايبه فيك حنين. ها هيكوب لي اللي بعده يعني. ده احنا عايزين نسمع يعني، الناس اكيد مش عايز تسمعني، انا عايز اسمعك انت وصوتك الجميل ده. ربنا يخليك، شكرا جدا. لو حد بينسى روحه انا كنت نسيت هواك، لو قلب بنسى حبه انسى الحياة معاك، لو حد بنسى روحه انا كنت نسيت هواك، لو قلب بنسى حبه
ولاني شايلة بين العين يا عين واللي بينك وبيني أشواك كل الأحبة وحنين المحرومين يا عين. الله الله رائعة. قولي لي بقى ما فكرتيش تدرسي شعر يعني انت جريتي على الإلقاء لأن عندك إحساس بالكلام غير عادي وأداء تمثيلي فجيتي في دورة الفي أول هو الصوتيات يعني أو الفويس أوفر الأداء الصوتي. قولي لي بقى يعني فكرتيش خالص غير إنك تقولي كل اللي يعني كل اللي بتكتبيه؟ لا يعني لا فكرت يعني انا في دوبلاج ما فكرتيش تعملي في اخذنا جزء في التدريب عن الدوبلاج. اوكي ويمكن انا انسان اللي قلتها من شويه انا مغيره صوتي كاني طفل مش كاني يعني ايه شويه نزلت بالحده بتاعت السن لكن اخذنا في التدريبات الدوبلاج وحاولت اتقمص الشخصيات اللي بتطلع وحاجه ثانيه الجزئيه بتاعت الاعلان يعني الكوميرشال الاعلان فكانت يعني كانت حاجه جديده علينا ان ازاي ان نتقمص برده ده قصه ثانيه ده كان قصه ثانيه علينا وما كنتش متوقعه برده ان انا اعرف ادي وخطوه بخطوه بنبدا نعرف اكتر وازاي نحس بكل حاجه بنقراها يعني لازم تحسي بالكلمه اللي بتقريها علشان نعرف ناديها لو ما حسيتهاش اصل ما يخرج من القلب يصل الى القلب سريع. حتى لو نشر بالظبط لا النشره سكه ثانيه بقى النشره احنا مش بنحط لمساتنا فيها النشره احنا عندنا نص بنأديه بشكل معين لكن البرنامج انت بتقولي باحساسك لكن النشره ما نقدرش نغير فيها خالص انا كنت فاكره بتتقال كده لا لقيت ايه لا ان انا لازم اوصل المعلومه للمشاهد مش برص كلام لا فكان وتوقفي فين وتنظيم الناس النفس امتى لكن النشره ما تقدريش تقولي احساسك فيها بالظبط يعني خالص انت محايده وانت نص اخباري بتقوليه لازم بالزبط. تقوليه بدقه لا تزودي ولا بناء على ان التحرير كاتب ازاي تتحكمي في المشاعر بمعنى اصلا فدي كانت حاجه جديده عليا جدا يعني ما تقدريش مثلا يكون وشك مبتسم في النشره ان انت بتؤدي مثلا خبر حزين ما تقدريش ابدا يعني تكوني يعني لها كده موضوعيه في الاداء مختلفه فعلا تحبي تقولي لنا ايه تاني انت نزيه وقولي لي اسمك تنازيه انت عارفه ان في قريه في سيوه او مكان اسمه تنازيه أو ما اعرف المعلومه دي وديت اللغه الامازيغيه في تنازيه لكن انت تنازيه بقى انت قلت لي حاجه ثانيه هو اسم تيتا فهو معناه غزال ابيض غزال ابيض وانت غزال جميل غزال جميل يلا يعني نسمع لغايه ما هي توضب نفسها نسم علينا الهواء الله فيروزه نسب علينا الهوى من مفرق الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي نسب علينا الهوى من مفرق الوادي يا هوى دخل الهوى خدني على بلادي يا هوا يا هوا يلي طاير بالهوا في منطورة طاقة وصورة خدني لعين دنيا هوا يا هوا يا هوا يلي طاير بالهوا في منطورة طاقة وصورة خدني لعين دنيا هوا الله الله جميل قولي في المرحلة الجاية ناوية تعملي ايه يعني؟ انا نفسي بقى يعني اكمل ان انا اتدرب في الكورال وكده يعني مش منضمه مثلا لقصور الثقافه مش منضمه لا كنت منضمه للكورال تبع مايسترو محمود ابو زيد
وبعدين رحت للمايسترو كريم عبد العزيز وحاليا معايا. يعني بتتدرب؟ اه بتدرب. انت في الفرقه ولا بتغني سولو؟ آه لا انا في الفرقه وجات لي كذا فرصه اطلع سولو بس يعني ما حصلش نصيب. معلش ان شاء الله نصيب ان شاء الله. يلا نسمع. هنتكلم عن الجمال. اوكي. ازاي بشوف بني ادم جميل؟ ايه السبب؟ اوكي. نفسي اجري واتنطط، اجري تحت المطر، اضحك وضحكتي ما تخلص، عايزه احس بنقط الشتاء بتجري على وشي وواخده خصلات شعري معاها، عايزه احس بانا، انا ده اللي دايما بنقوله لنفسنا، نفسنا نفسنا نفرح، نفسنا نجري، نفسنا نفك كل القيود اللي مكتفانا، نبص على اختلاط شعاع الشمس بملامح وشوش البشر، ولا زرعة صغيرة لسه بتنبت في ركن لوحدها، ضحكة طفل، فرحة غلبان، الطبيعة كلها فيها من الجمال اللي يسعدك، شمس وقمر، ليل ونهار، كهل وطفل، بص لكل حاجة في دنيتك بمنظور جمالي وطلع الحلو اللي فيها عشان تملى روحك بالجمال، الروح بتحلو لما تملاها جمال، وقدامك الجمال ربنا خلقه في كل حاجة حواليك، مد نظرك وشوف، شوف الجمال وبس، املى روحك بالجمال هتكون جميل. الله الله، فعلا الواحد بيشوف الناس جميلة لما يكون جواها كله جمال. قولي لي ايات تحبي تختمي بايه؟ بأغنية لمصر. اوكي. للفنانة الجميلة شادية. صحيح. ما شافش الامل بعيون الوداع وصبايا البلد، ولا شاف العمل صراط البناء والعزم اتولد، ما شافش الامل في عيون الوداع وصبايا البلد، ولا شاف العمل صراط في البناء والعزم اتولد، ولا شاف النيل في احضان الشجر، ولا سمع العواميد في ليالي القمر، اصله معداش على مصر، اصله معداش على مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر، يا حبيبتي يا مصر يا مصر. الله الله، جميل جميل جدا جدا. تنازيه اخيرا، تحبي تقولي ايه لكل اللي بيشوفونا في مساله التدريب ومساله ان انت تبقي متواصله مع طول الوقت في انك انت تتعلمي، بالاضافه ان الصحافه المدرسيه اهميتها بالنسبه للولاد؟ الصحافه المدرسيه اهميتها بالنسبه للولاد، اي نشاط مش الصحافه المدرسيه بس. اي انا دي رساله يمكن بوجهها لاي ام واي اب، شايف ابنك في المواد العلميه والادبيه مستواه قليل، دخله في نشاط هيتميز، طالما حس ان هو متميز هينجح في بقيه مجالاته، لان هو مش هيحب يقل عن المستوى اللي هو عايزه او اللي هو وصل له. اوكي. ده عن تجربه، يعني شوفي انك انت مع طلابك بتعملي كده والنتيجه بتبقى جايه جدا جيده. جدا. اللي بيهتم بمجال معين بيحاول ان هو يهتم بجميع المجالات. نظره خاطئه دائما اللي هو بيتصور الاب او الام ان انا لما اوجه طفل مثلا عندي اذاعه لازم انزل بل. لا، انت اولى بالجزء ده تذاكر. لا صدقني، الفرحه اللي بتبقى جواه واحساسه بالنجاح في جزء من حياته هيديله حافز كبير ان هو ينجح في بقيه اجزاء حياته الثانيه. اكيد اكيد. وانت تحبي تقولي ايه؟ احب اقول لماما كل سنه وهي طيبه قوي. يا حبيبتي ربنا يخليك ماما. يا رب. واحب اقول لكل الامهات كل سنه وهم طيبين. و قايمين على الامر بقى في مساله يعني ما نشوف صوت جميل زي ايه كده، مهم جدا ان احنا ناخد بايديها، يعني هي هتحاول بس لو ما لقيتش صدى
بسرعه هتكتئب وتقول لا انا ما لا ده انا صوتي كان ده في ده. بالعكس هي صوتها حلو قوي ومهم انها تاخد فرصه انها تبقى مختلفه وتبقى متشافه ويتصلح بعض العيوب اللي قد تكون بتغني بطريقه مختلفه. لكن لما حد ياخد بايديها اكيد المساله هتبقى مختلفه. نورتوني جدا. نورتوني وشرفتوني. حلقه خفيفه ولطيفه وبالفعل غيرنا فيها عن الاجواء الكورونا وغير الكورونا وكده. بنقول لكم وصلنا لختام حلقتنا. تحياتي للاساتذه الافاضل اللي كانوا معانا. بشكر كل بيقوموا بالتدريب جوه معهد التلفزيون بداخل معهد التلفزيون وقد ايه المسائل بتبقى سعيده بالنسبه لنا لما بنشوف الناس استفادت من مصنع الاعلاميين معهد الاذاعه والتلفزيون. كده وصلنا لختام حلقتنا. كل التحيه والتقدير لضيوفنا ومشاهدينا الاعزاء على الهواء مباشره. وفي النهايه فاصبر لها لعلها ولعلها ولعل رب العباد يحلها. تحياتي كانت معكم أمل سمر.